عشرة زيرو مثلا سبعة ستة، تعالوا نضيف أي رقم تاني وليكن إيه؟ تلاتة، يبقى أنا عندي كده إيه؟ تلاتة. دي عليها باينري تري، يعني ده إكزامبل للباينري تري. فالباينري تري هي أصلا من الأول عبارة عن إيه؟ ست أوف نودز، مجموعة من النودز. ماشي؟ كل نود ليها مين؟ ليها حاجة اسمها بنسميها كي، وليها ليفت بوينتر يشاور على الليفت، بوينتر يشاور على الرايت. سيت اوف نود، ايتش نود هاز كي، اللي هي الفاليو اللي بتتكتب جوه دي، جوه النود دي بنسميها الكي فاليو، وليها بوينتر تو بوينت الليفت نود، عشان يشاور على ايه؟ الليفت نود. وبوينتر تو بوينت تو الرايت نود، حاجه تشاور على الليفت وحاجه تشاور على الرايت. ماشي؟ كل فاليو من دول ممكن تبقى نال. يعني ايه؟ يعني ممكن البوينتر ده ما يشاورش على حاجه. يعني في مثال هنا النوت رقم زيرو دي، الكي بتاعها زيرو، بيشاور على الليفت اللي هو مين؟ ثلاثة. هل ليه رايت؟ ملوش رايت. النوت زي السبعة، السبعة دي ولا ليها ليفت ولا ليها رايت. النوتز اللي هي تحت خالص دي ليها تشايلد، اللي في العالم بيسموا النوت، واللي تحتيها دول اللي تشايلد بتوعها. ماشي؟ النوت دي اللي كده ده واللي تحتيه يسموه التشايلد. طب النودز اللي النودز دي ليها تشايلد، فدول بيسموها ليف. ليف ليف نود زي الشجر كده، هو ده الورق اللي في الاخر. ماشي؟ طيب يبقى احنا اتفقنا ان الهيب سوفت في فكرته بيعتمد على الهيب داتا ستراكشر، والهيب داتا ستراكشر هو تري، باينري تري. طب وصفت التري عباره عن ايه؟ ده وصف التري. اوكي؟ عايزين نعمل سورتنج، فهو من الاخر كده عايز يعمل ري اوردرنج لمين؟
يعمل ري اوردرنج للداتا بطريقه بحيث ان هي ايه؟ تبقى كل نود قيمته اكبر من الايه؟ من اللي شغال فوق. طيب بالنسبه للبني ادم فكرته ايه؟ فكرته العكس. ان هو يحط يوزع يرتب الداتا يحط القيمه بتاعت المينيوم هيد القيمه الصغيره اللي فوق. نفترض كده. يبقى انت كده مثلا هترتب ديسيندنج اوردر ترتيب تنازلي، فهنا هيبقى القيمه هي ايه؟ طبعا ايه؟ الكلام ده هيسري على ارقام الحاجات اللي تحت كده كده. فاهم قصدي ازاي؟ يعني لا يلزم مثلا لو دي بيرنت لتو تشايلد لازم تبقى قيمته ايه؟ نفترض 0 1 مثلا يبقى قيمته اكبر من ايه؟ من الشايلد تو. دي اللي بنقول عليها مين؟ الهيب بروبرتي. طب والشيب بروبرتي؟ الشيب بتبقى ايه؟ لو هتكلم على الشيب بروبرتي الشيب اهم كلمه شيب يعني شكل، يعني يوم ما يوزع داتا يحاول تبقى بالانسد على قد ما تقدر. يعني نفترض ان انت عندك اري كده 4 0 9 5 يوم ما يوزع التري هيوزعه في شجره يمشي بترتيبه كده 4 0 9 5 6 3 2 دي بالانس التري ولا لا؟ بس ازاي؟ يعني يمين زي الشمال ولا لا؟ وقد الشمال ولا لا؟ دي معناها بالانس. في ناس ساعات تركزها يعمل التوسيعة مختلفة. افترض كده هعملها دي مثلا. دي ما ينفعش تتوقع، دي ايه؟ فانا يهمني في الشيب بروبرتي ان يكون التري الشيب بروبرتي تبقى التري بلد بالنسبه لي. طب هو عايز يستفيد ايه من الخطوه دي؟ تعالى نفكر كده في عمليه لو انت بتسيرش على الماكسيمم فاليو لو انت عملت الاي اوردرنج يبقى تري يا تمشي يمين يا تمشي شمال صح؟ فلو انت مشيت يمين خلاص يبقى انت على الاقل عملت انت وفرت ان انت بتمشي على الاقل في نص مين؟ في نص الطريق. ما بتمشيش في كل ايه؟ في كل الطريق. فبيقول لك على قد ما تقدر تحاول ان انت تبالانس مين؟ الطريق على المدار. اوكي؟ طب لحد دلوقتي ما شفناش السورتنج بيتم ازاي؟ لمجرد ان الهيب سورت بيعتمد على حاجه اسمها ايه؟ الهيب داتا ستراكشر. والهيب داتا ستراكشر هي عباره عن تري. طب التري دي ليها مواصفات معينه. لازم قبل ما تعمل سورتنج لازم تساتسفاي الهيب بروبرتي والشيب بروبرتي. الهيب بروبرتي قلنا عندنا في حاجه اسمها الماكسيمم هيب والمينيمم هيب. الماكسيمم هيب ان قيمه النود اكبر من الشارت تو. اذروايز يبقى تشتغل مينيمم هيب. ويهمك في الشيب بروبرتي ان تبقى 3 ايه؟ مينيمم على قد ايه؟ تعال بقى نشوف بقى ايه الستيبس اللي هنعملها عشان نعمل سورتنج. هنشوف السورتنج هيتم ازاي. توزع
كده هتنفع في هي بروبرتي؟ يعني هل دي تنفع في ماكسيمم هي؟ طب ليه؟ لو بصينا على النقطة دي هي أكبر من الشارع الدور، لكن لو الأربعة دي هتنفع؟ الأربعة دي أصغر من الشارع الدور، فلازم الأول أنا إيه؟ أعمل فورماتنج أو ري أرينج التري بحيث إن كل نوت تبقى أكبر من مين؟ الشارع الدور، يعني عايز أحولها إن أنا إيه؟ أستعمل الماكسيمم هيب. طب تفتكر أبدأ منين؟ أبدأ من أول نوت، طبعا هي أول نوت فوق دي تيجي تسميها روت نوت. أول نوت تتكتب فوق دي. تفتكر أبدأ من الروت نوت ولا أبدأ من الليفز؟ طب هو لو أنا هبدأ بالليفز هي ليها شايلد عشان أنا أبدأ منها؟ عشان أشوف مين فيهم الكبير وأرتب واحد وأبدأ منين؟ حاول تبدا لو بدات من دول طب ما انت كده كده هترجع لها افرض انت بدلت فما ممكن تنزل يعني لو كان ده 10 يبقى ده 16 هتعمل نفس الكلام في العاده بنبدا منين؟ من نص الاري ماشي؟ نص الاري فين؟ هي انا عندي كام المنت؟ الان عندي كام؟ كام رقم من دول؟ 10 يبقى هبدا من الان على 2 ناقص 1 اللي هو هيبقى كام؟ 4 10 5 الى 4 لو يبقى هتبدا اول ايليمنت ليه شايلد اللي هو رقم كام؟ رقم 4 اللي هو ده صح ولا هبدا لو هبدا اتشيك على مين؟ على اشيك اتشيك على النوت دي هل 7 دي اكبر من الواحد؟ ايوه يبقى هي فعلا 7 اكبر من الشرط بتاعها ابتدي كده ابني لمين؟ للنود اللي قبلي النود اللي قبلي ال 14 دي اكبر من الشارد الواحد؟ جميل جدا. طب انا رايح انقص امشي انا جاي ايه؟ همشي عند الاربعه والثلاثه برجع على اثنين. هل ال 10 اكبر من الشارد؟ ايوه كلام جميل. لكن اجي بقى باجي على الاربعه. هل الاربعه مكانها صح؟ بعمل ايه؟ ابدلها مع الكبير بتاعها، الكبير بتاعها كام؟ 14، اروح انا مبدل احط ال 14 فوق ونزل الاربعه تحت بس ما اكتفيش بكده اروح هي الكيرس فانكشن اروح الاربعه واشوفها مع يومها هتبدل امسك الرقم اللي انا بدلت معاه وتشيك هل الاربعه اكبر من الشرط؟ لا اروح جاي الاربعه هنا والثمانيه بقت هنا خلاص يبقى بعد ما اطبق شكل التري هيبقى متغير ولا كده هتلاقي كده هنعيد رسمتها تاني بتاعتك
هما 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. انت عرفت ان الحالة رقم 9 فيها 16 خلاص. كل اللي انت هتعمله هتاخد ال 16 تبدلها مع مين؟ مع الواحد، مع اخر رقم. انا ما اعرفش ليه، ما اعرفش اشمعنى الواحد واخر كلمه مين في الترين. يبقى انت بتبدلها، تروح جايب الواحد فوق وال 16 تحت. ماشي؟ وتعمل ايه؟ وتاخد وتبقى التري عندك بقت بالشكل كده. بص كده تبقى ايه التري الجديده بتاعتك؟ انت فصلت مين؟ ال 16 خلاص، انا مش 16 بتاعتك انا بتاعت الورق. كل ما ينزل اكبر واحد اكتر شيء. مش الاربعة دي بدلتها مع الثمانية. بقت الثمانية فوق. دي ما مش بقول ليه ما بدلهاش مع ال 16؟ لا اخر ايلمنت في الاريه. احنا مش كل مش الاريه دي صفر واحد اثنين ثلاثة واخر انتكس اخر حاجة موجودة في اللي هي رقم 9. فخدت ال 16 بدلتها مع مين؟ الواحد فوق و16 تحت. يبقى تيجي التري عندي تبقى ايه؟ يبقى اللي فاضل عندي افصل النون دي خلاص بره عن كده مش موجوده. وابتدي اصور اعمل ايه؟ اشوف الواحد ده هل هو موجود في مكانه ولا لا؟ يعني هل ده المكان المناسب بتاعه ولا لا؟ يعني كاني عايز اشوف مين؟ اطبق ابلاي. عايز اعمل ابلاي للهيب بروبرتي. يعني تقول مثلا تيجي على الواحد ده هو في مكان، لا كان المفروض يتحط مكان مين؟ مين يقول؟ حط مكان مين؟ مكان ال 14. يبقى انا اروح جاي ان هو اطلع ال 14 هنا والواحد ايه هنا؟ وما اسكتش يعني ركز في فانكشن. اجي على الواحد ده هو مكانه مناسب؟ يبقى باخد الواحد ده ابدله مع الثمانيه، يبقى الثمانيه بقت هنا والواحد هنا. هل الواحد ده مكانه مظبوط؟ لا، اروح ابدله مع مين؟ مع الاربعه، يبقى الاربعه تيجي هنا والواحد يجي هنا. تروح طالع لك التريم جديد. كده عملت ايه؟ كده خلق في عندي عرفت اللي وصلته بعد ما عملت الفكره دي. ان انا طلعت تاني اكبر رقم ال 14 دي، تروح انت واخد ال 14 دي تعمل بيها ايه؟ تاخدها يبقى ال 14 دي هتبقى في الخانه رقم 8. عرفت ان تاني اكبر رقم. وتبدله مع مين؟ مع اخر رقم في التري. اخر رقم هتبقى بقى كام؟ تروح تبدل تجيب الواحد هنا وال 14 تحت. ويبقى اللي فاضل لك في التري مين؟ التري تنقص يبقى فاضل لك دول. ماشي؟ يبقى انت خلاص انت كل مره الكبير تشيله من حساباتك خالص كانه مش موجود. اوكي؟ اخر واحد ايه؟ اخر رقم موجود في التري. اخر
هو انا لما اشيله بخزنه في مكان تاني؟ خلاص بديله الواحد يجي هنا ويجي العشرة هنا ماشي؟ ويجي بقى الواحد ده مكان مظبوط؟ لا هيتبدل مع الجسم. خلاص كده؟ خلاص كده خلصت؟ تروح راسم التري تاني. ايه ده؟ وعايز اعرف. ها؟
الرمز الواحد يعني الخضره رقم واحد اللي هي كام؟ 4 رقم 10 مظبوط. طب لو لو النون دي ما كانتش بصفر كانت واحد يبقى الاكسبرمنت بتاعها رقم كام؟ انت بتقولي رقم 3 ورقم 4. هل الاكسبرمنت بتاع الاربعة 14 و7؟ واحد 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 اثنين ماشي اثنين وثلاثة هينفع؟ ما ينفعش ما ينفعش مش مظبوط لأن الاكسبرمنت بتاع الأربعة هو من 14 و7. كل هو فعلا الشايب الليفت هو 2 اي زائد 1 و 2 اي زائد 2. جربوا كده؟ جربوا كده لو الاي في 1 يبقى 2 في 1 زائد 1 يديك 3 وهنا 2 في 1 زائد 2 يديك 4 يبقى فعلا الشايب بتاع الاربعه هو ال 14 وال7. جرب بقى مع واحد ثاني لو الاي ب 2 لو انت ماشي ب 2 يبقى الشايب كام؟ خمسة وستة يبقى خمسة واثنين ستة يبقى العشرة اللي تشارك بتاعها تسعة وثلاثة أو فعلا تسعة وثلاثة. أصل أنا مش محتاج إن أنا أرسم مين؟ الرسم خلاص دي بس الحالة الفرضية أعرف الليفت والرايت بتاع إيه. طيب إيه اللي أنا محتاجه بقى في الـ إيه الفانكشن نعمل السيستم ده كله؟ لا مش فاضي. انا عندي مجموعه من الباكتس جايه من النوت للسويتش والسويتش عايز يرتب الباكتس كله. هو مين؟
2 في اي زائد كام؟ زائد 5. يعني نفترض مثلا الاربعه دي انت بتشيك على الاربعه، يعني لو رجعت للشكل الاصلي للتري انا هرجع لسه شكلها كده. على النوت دي صح؟
اوكي بس كده. هيبقى ناقص ايه بقى؟ ها انت تتشيك مع الرايت. اوكي بس مش نافع يبقى 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 اي اكوال ان على 2 ناقص 1 ده اي اكبر يساوي سين اي ناقص 1
فانكشن اسمها اي بي اي دي. فانكشن اسمها اي بي ندهت عليها من ان على اي ناقص 1 لغايه زيرو. يعني ايه؟ في 3 زي دي انا عندي 10 ارقام هبدا هتشيك على النود رقم 4 واعمل اي بي للنود رقم 4 وبعد كده هتشيك على 3 وبعد كده اعمل تشيك على 2 وتشيك على 1 وبعد كده تشيك على 0 وبعد كده خلصت. دي الفانكشن دي بيسموها بيلد فيريبل. انت كده ايه؟ بنيت مين؟ بنيت التري. التري بقت ايه؟ جاهزه لعمليه مين؟ السورت. صح؟ كانك جهزت تري. لا انا لسه ما عملتش سورت. انا كل اللي عملته بالفانكشن دي ان انا رجعتها خليتها في الشكل اللي هي المفروض تتحط عليه. نود رقم 4. لما تشيل واحدة بقى اللي هي 9 دي تتشال هيبقى 8. لسه صفر صفر. انا لسه ما عملتش شورتنج، انا مجرد جهزت تري بس. جهزتها يعني خليتها كل حاجة في مكانها. ما انا لسه ما عملتش لسه ما عملتش شورتنج. لسه ما عملتش شورتنج خالص. بعد كده تعمل ايه؟ تفتكروا اول حاجه بنعمل ايه؟ باخد اول رقم ابدله مع اخر رقم.
اللي هو عنوان بتاع الكوبريوس ويقعد يبدل برامج كله. خلاص يبقى ممكن انا هنا بقى في الفانكشن اللي هنا اشيل بقى التي ده انا مش محتاجه خالص واقول واشيل ستاتوس والسوايب اللي انا كنت بكتبهم دول واقول له ايه؟ سواب الاكس اوف ليفت والاكس اوف واي يبقى هينادي على الفانكشن دي ياخد الاكس اوف ليفت يخزنها في الاي وياخد الاكس اوف واي يخزنها في البي يعمل ريفرنس ليه يبدلهم مع بعض. يعني تبتدي العنوان يعني تبدل العنوان اكس اوف ليفت يتخزن في الاي ده بنسميه ريفرنس اكيد ده حاجه في خدوها في سي بلس بلس زمان. لا ده بوينتر فرق بين بوينتر والريفرنس ده الاثنين واحد يعني الاثنين الريفرنس والبوينتر بس الريفرنس اسهل من البوينتر يعني انا الفانكشن اسمها سواب دي ممكن اعملها في البوينتر اهو اعمل فانكشن اسمها سواب انتجر اسبس اي وانتجر اسبس بي ده كنا بنقول عليه في سي بلس بلس ده البوينتر كان شغلته ايه؟ نفس الكلام يعني تي وتقولوا ان اسبس ان تي تساوي ان تي يساوي اسبس اي واسبس اي يساوي اسبس بي وتي يساوي لا اسبس بي يساوي تي ففي ده كلام البوينتر فاهم قصدي؟ بس احنا انا قلت استثمر فاستعملت الريفرنس اصلا. طبعا احنا هنكتبه واحد من دول. طيب نرجع بقى للفانكشن اسمها هيم سورت. الفانكشن اسمها هيم سورت انت اول حاجه هتضمن قبل ما تعمل سورتنج ان انت تعمل ايه؟ تبدل الديتا اللي هي بتبعينك هتنادي على مين؟ على هيمي فورم. بالنسبه احنا كنا بقى نعمل ايه؟ ناخد اول نود نبدلها مع مين؟ مع اخر نود، فنعمل ايه؟ سواب. سواب ها؟ لا اول نود اللي هي اكس وكام؟ اكس وزيرو اللي هي اول نود مع اخر نود اللي هي كام؟ اكس وكام؟ اللي هي اخر واحده اللي هي مين؟ اكس وتسعه اللي هي كام؟ هل لو نقول بس محدش يكتب ليه كانت المفروض اكس و9 اللي هي مع الوقت اخدها كام؟ طب انا هكتبها اكس اكس و0 عملت بدلت ليه معنى؟ بعد ما بدل اعمل ايه؟ ها فاكر لما كنت ببدل بجيب ال 16 تحت واعمل ايه؟ وافطر واقول ان 3 بقى حجمها ايه؟ صفر يبقى 3 السايز بتاع حاجه ايه؟ اهو ناقص منه واحد مش لاقي انت سبت 3 وبعد كده اعمل ايه؟ اعمل هيبي فاي مين؟ اشوف الواحد اللي انا مطلوبه هل له في مكانه ولا لا؟ يبقى هنادي على انهي فانكشن؟ اللي هناك هيبي فاي يبقى اعمل ايه؟ اعمل هيبي فاي للاري اسمها اكس السايز ان لاني نود النود رقم زيرو صح؟ انا شفت على النود رقم زيرو عارف مكانها والكلام ده بعد ما اعمل الكلام ده كله نعم المفروض اعمل بيلت تاني مش لا مش بيلت ليها بيلت تاني ايه؟ ده وقت ام ام تمشي بنفس الخطوات انت لما بدلت ال 16 مع الواحد وطلعت الواحد هترجع تقول الواحد ده في مكانه ولا لا؟ هتقول في اكبر ل 14 واكبر الواحد مين اكبر؟ 87 ايه الفانكشن اللي بتعمل الكلام ده؟ اللي هي بي 5 مش محتاجه بقى كمان مره. طب الكلام ده هكرره كم مره؟ يبقى انا هعمله فور فور ار بيساوي كام؟ ها؟ هي الام مش ما بقتش ماينس واحد ماشي لما بنادي بقى هي خلاص ماشي ايه؟ اخلي
المرة الثانية هتبقى معاك اكس 8 وهكذا. ويبقى كده في ايه؟ خلص الفانكشن ده. هيبقى ناقص ايه؟ المين فانكشن. شيء انا قلت في السيمانه الجايه اوفر وقت في التلفزيون.